روحي يلا سلم عليه هو قلهم هلا. توتي يتخبى ولا اسوي له هيك؟ قلهم هلا زين سوي هيك. اقول لك هذا تو زياره يعني هسه تخلي النهايه يعود مشاهده للتسليه على مود نقض وقت. يعني انا عندي استعداد اروح مشي ولا ابقى قاعد بالسياره وابوع على هذا. مو سلسله ايش هذا؟ كرتون ايش؟ كرتون هو مال الطايع عباره عن الطايع. الان مراسيم مال الاستقبال مال تمتم في مطار اسطنبول الجديد. المراسيم راح تتم من البوابه الرئيسيه حبايب، وان شاء الله راح ننقلكم الاحداث والتغطيه مال تمتم. يا الله انا مصاصه ولا يعني اكثر مطار اسطنبول هيك فارغ زين اليوم حضر، بس انا يعني عندي هنا معروف وين معروف زين يخلوني اطلع كذي بالسواح عادي يطلعون براحتهم عادي كذي. انصح شكو واحد عايش بتركيا اذا يريد يسافر خليه يسافر بالايام مال الحضر فارغ هنا، ولا واحد يعني بسرعه طب قبل الكاونتر وقفون الكاونتر ما تجيت خرب انا نسيته مع المطار فارغ شنو عبالك فيروس وطاب للبلد هاي بعد هو شو اسمه غير طاب للبلد انا غير ما ادري شنو بعد تقولون مو ضعيف. اكثر انسان بالدنيا احترمه واحبه هو بجوازات، لان من يشوف الصوره ما جوازك ما يضحك هيك بوع بيه اصلا يعبس يعني يقول لك هذا شيء مو مضحك من زين ما يضحك عاد بينما ماكو غير ناس طبعا ضج الضوجه اضوج ضوجه بالدنيا ضجتحي السوق الحره معزل انا دائما يعني الشوب من عود شوبينج يعني الشوب اوكي الشوب من الحره حرام على هو على هو تعال تعال فاتحين بار هنا انا شلون تخبط يقول لك هذا بالمحل فاتح شيلي فيني موتين ايوا عادي تعال تعال شيلي فين شيلي فين فاتح زين بلاش كله ماركات النوبه بارت موت تعال اخوي تعال مطار اسطنبول تعال طلب تاكل من برجر كينج قال لي يطلع الوجبه مالتي يصيح الرقم بالتركي وهي الرقم مال القائمه مالتي بالالف زين صار شرع اعرف هاي القائمه مالتي لفت بيها صمونه تاكلين بيها صمونه ياخذني الهوى كيفه ويوديني وحرق اعصاب وقتي تصير لما تحاتي